كل عام وبلادنا لنا دار ودوم يا رب إلى عز وفخر وازدهار. الوطن هو الأمن والأمان والدار. الوطن هو بيتنا، الأحياء اللي ربينا فيها، والمكان اللي يصنع لي الفرص، هو حاضرة وماضية والمستقبل. كل شيء أدى إلى تشكيل شخصيتي إلى الآن، هذا هو معنى الوطن. المملكة هي أرض الأحلام، إحنا النهضة اللي وصلنا لها اليوم نهضة مرة كبيرة، وأحلى شيء في الموضوع أنه لي دور ولو بسيط بس لي دور في الرؤية. So I'd like to wish everyone well on the 91st National Day in Saudi. I'm proud to be leading Roshan. في روشن احنا ما احنا قاعدين نتكلم على بناء وحدات سكنية، احنا قاعدين نتكلم على بناء communities، نتكلم على بناء مجتمعات، نتكلم على جودة حياة كريمة يستحقها المواطن السعودي. Working with a talented group of individuals from Saudi and also 26 other nations. So I've been here 9 years now, very much enjoying it. أنا هنا عمري ما شعرت بالاختراب على الإطلاق، بل بالعكس بشعر ان انا مع اهلي ومع ناسي. بهذه المناسبه الغاليه احب اقول ان حاضرنا مشرق وباذن الله مستقبلنا اشرق. كل عام ومملكتنا بامن وامان وازدهار، وهي لنا دار واحنا لها عمار.